مؤسسة جميلة اللي عملت حاجة حلوة أوي النهاردة وعملت فيها ناس جميلة. يعني أنا ما بحتاجش ندوات كتير لأن أنا وقتي صعب شوية، بس أنتوا ماسكين وقت وبتتكلم عن المرأة وعيش المرأة وتقديم المرأة. المرأة مكرمة من أول ما ربنا خلق الأرض، ربنا جعل حواء لآدم عشان يتم نسل آدم ووجود الكون. يعني لو كان آدم وحواء بس ما كانش بقى في آدم تاني، ما كانش بقى في ناس ولا عيال. فهي أصل الدنيا أو أصل الفكرة حواء. حواء جاب من جسم آدم مش من آدم، آدم كان مسيحي. آدم بقى ده مسلم مسيحي مش هنختلف. الديانة دي بتاعت ربنا. إنما إحنا في الأول وفي الآخر بنقول إن في حاجة اسمها مشاعر وحب. إحنا مشاكل الحياة بتنسينا حاجات كتير أوي. بالنسبة نقول لبعض التوهيم، بالنسبة نقول لبعض أنت أنا بحبك، بالنسبة نقول لبعض شكرا. أنت ممكن تبقى جعان أوي وحاوة جايبة لك أكل. بالنسبة كلها شكرا عشان جعان، بس هي عمرها. بالنسبة للكتيرة والعلاقات هي محتاجة منك تقول لها معلش. يعني شكرا أحلى. بتنسى ان انت واخده ايه بالشغل، هي المبرره كل حاجه في كل سعاده. واخده بالها من عيالك، واخده بالها من حالك، واخده بالها من بيتك، واخده بالها من يعني من كل تفاصيل دقيقه جدا في يومك، في جدا يعني في اهتماماتك. حاجه مهمه وتقديرها مش يوم، تقديرها مش هديه بالنسبه او بدون مناسبه، تقديرها مش وسيله شعر مثلا رفي ممتها او ذكرى ليها او حاجه جابتها هديه نقعد نفكر فيها. حواء ام، حواء بنت، حواء زوجه، حواء بتساعد ورا بعض وبيكملنا في وجودنا. لو تتحول بنتك اللي طالعه عايزه شبه امك، شبه اختك، شبه حبيبتك، عايز كماله ليها، انت طول الوقت محتاجها. عايز مثلا اتجوز واحده شبه امك، عايز واحده زي اختي. الوصف بتاعك تشوفه في مثاليات الانثى اللي انت شايفها. لا، الانثى اللي انت شايفها هتبقى منك انت مش منها هي، لان كل فعل بيبقى ليه رد فعل. مستحيل تبقى الست عطاءها وعندها كل حاجه حلوه، لان ربنا جعلها كده، جعلها حته نعمه، جعلها حته طيبه، حته جميله. هي قلت حقها على فكره. احنا مش هنكذب، الناس بتقول لا احنا في العصر ده بس هي خدت حقها. أو ربنا بيديها حقها من أول ما اتولدت على الأرض. جعلها أم بتربي أجيال، هي بتربي في البيت، هي مش شايفة بره المجتمع عامل إزاي. كل أم بتعمل اللي عليها. هي حواء أصل الحياة، أصل الوجود، أصل الشريان. يعني إحنا اللي حواء في حياتنا بتبقى لو اختفت اختفت البسمة، اختفت السعادة، اختفى الاهتمام، اختفى الودن، اختفى الأثر، ما بقاش فيه. اي بيت بيبص لاي راجل او وحده ما بيحس انه يعني بيحس انه موجود مهما كان غني او معاه فلوس او عنده شغل او عنده حياه. لا، في مكملين. حتى لو بيعرف يطبخ، بيعرف يكتب، لا كده حواء موجوده وجده موجوده، وربنا دايما جعلنا وصل للحياه. فانا طبعا بشكر الظروف الجميله، وبشكر طبعا بشكر استاذ كركس على وجودي، وبشكر طبعا الاستاذه سوزان، وبشكر الجمع الجميل طبعا انا مش عارفه اسمه غصب عني عمرو. بشكر صراحه بامانه كل اللي قال على الوظيفه، ويا رب دايما في نجاح ودايما في تقدم ودايما في ناس تتعرف على ناس ويمسوا قلبهم. احنا النهارده اللي سمعناه كله من ابيات شعريه، مهما كان جوانا احاسيس كل واحد فينا جوه فنان. يعني الفن ده في حد ذاته مش شعر بس، مش ادب، مش ثقافه عامه، مش تمثيل، مش هو مش تخصص. احنا جوانا فنانين. فن ان الست بتبدع في بيتها هتلبس ايه؟ ده فن. فن ان هو نازل عايز يحط البيت ويكمل دنيته ويبقى تمام. فن انه يعرف يتكلم مع الناس. فن انه ينفع. فن انه يأدي حياته ويربي عياله. فن انه يقابل مجتمعات. فن انه يبقى حد قوي جدا في شغله، انه يبقى بيكمل مسيره عاليه. كل ده فن. يعني كل واحد فينا متوفر منه. بس انت بقى تبص على الزرار اللي انت شايفه من وجهه نظرك، انا هنفع في ايه؟ اوقات بيبقى الكلام بتاع عملنا ملوش علاقه باللي احنا نفسنا فيه، بس بننجح فيه. هو ده فن. فن ابداع تبقى كيانك موجود. انا هنا. حطيت في اي مكان انت موجود فيه.
فطبعا انا بشكر الكيان الجميل بتاع البسيطه اللي هي بتستوحى كل الناس اللي زي ما قلت جورج قال ان مفيش حد بيقول للناس شكرا اختفت يعني مش موجوده. شكرا دي يا جماعه كلمه بسيطه قوي على تاثير ان حد شافك في وشك ازيك بشكرك انك فاكرني، بشكرك انك ابتسمتلي، بشكرك انك في حضوري، يعني في حضرتي زي ما الاستاذ محمد صبحي قال انت موجود حضرتي ما فهمتش الجمله، يعني ايه حضرتي؟ مش ان انا لا انا طفله مش فاهمه. قال لي ايوه حضوري دي اسم حضرتي، انت جيتي عليا، فلازم يبقى في فن في حضوري، فن في التعامل، فن في الاكل، فن في الشغل، فن في الاكل، كل حاجه احنا فن دي مش شرط تخصص، زي ما بيقول لك الناس كلها ممثلين بالفعل، احنا بنمثل على بعض حتى لو احنا الاحزان بنقول احنا مبسوطين عشان لسه بتتكلم او ما تشيلش حتى همنا. لا احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله يبقى في حب وفي ود وفي رفق ورفقه في الوسط في امانه. يعني رفقه في الوسط. انا سعيده جدا طبعا ان انا شفتكم وسعيده بحماسي وتاثيري في الانثى الام، الانثى البنت، الانثى الزوجه، الانثى العامله في الشارع، كانت في الشارع عشان تربي ولادها. الانثى في كل شيء. انا اسفه ان انا طولت عليكم بس مهما اتكلمنا مش هنقدر نقول اي حاجه، بس كل واحد بيعبر بطريقته وكل ما